الكوره دلوقتي الوينجر يمين اللي هو مصطفى رياض في الكورنا في الزاويه الغربيه الجنوبيه. لعبها مصطفى رياض قدامها سعد خشيه شاهين اسمها يفوت الانفاج اليمين للكوره اخذها سعد مره ارتاحت لجكته جكته استلمها في مربع خمسه هي وكن لفه من وكن مشى جكته ولفه كمان لكن قدم الكوره اخذ السير باك قدامها داخل رمضان طوال الدين يا رمضان لمحبين محبين لعبها في مربع ثلاثه لكوارتي كوارتي لصديق ينتوخ خش على صديق داخل في مربع اثنين معاه الهاف الشمال لفه منه صديق وداخل على خط 18 طافاها لكوارتي كوارتي لجهزه توتوت يا صديق كوته ميته بارده اخذ الجون رجعها وصفر الحكم اوف سايد من جهزه. يا سلام يا سلام الطلعه دي كانت جميله خالص خالص ما اظن نلقى طلعه زيها والله اعلم نجريها في خط ستة. يا سلام وبعد خط ستة ليه اصطاف لو كان استدى الجول شايف كورة دلوقتي عند شايف في مربع اربعة في الجزء الشمالي الجهة الغربية يا شايف يا شايف العب يا شايف العب يا شايف كورة عند سمير رجع وسمير شاهد كورة طويلة مشتركة بين جاكسة والسير باك السير باك رجعها هيد للباك اليمين الباك اليمين شاهد كورة داخل عليها امين طافاها لمحبين في دارة السنتر محبين في مربع ثلاثة في الجزء الشمال الجهة الشرقية قدم الكورة محبين ومعاه الانفاج اليمين اخذ منه طافاها للسنتر فريد لعب للانفاج اليمين الانفاج اليمين الله سمير قدم الكورة طلعت الكورة اوت سايد لعبة الكرة تاول من سمير برا من خط 18 لصالح الجمهورية العربية في مربع 8 والتاول في مربع 8 على ناحية النصف قدام خط 18 على بعد خطوة وحيلعبها السجل لعيبة السودان عملوا حوطة قدام الجول بتاعهم وحيشوت الشاذلي الشاذلي ثالث الكورة عرضية مشت بالقرب من الزاوية البعيدة ومشت جنب القائمة وطلعت اوت سايد لعبة جول في مربع 7